السلام عليكم يا أصدقائي. اليوم سوف نتحدث على أمهات المؤمنين. خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، الزوجة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة بنت خويلد. كانت تاجرة ذات شرف ومال، تزوجت مرتين قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. تزوجت الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعمر 40 سنة، وكان عمر الرسول 25 سنة، وكانت أكبر من الرسول في 15 سنة. فرحت فرحا شديدا بزواجها من الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لكريم أخلاقه. أولادها من رسول الله صلى الله عليه وسلم 6: أم كلثوم، رقية، زينب، فاطمة، عبد الله، القاسم. كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرها أي بيتها، ضحت في نفسها ومالها وكل ما تملك في سبيل الله من عقبها. أنا جبريل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأ خديجة السلام وبشرها مني ومن ربها ببيت في الجنة. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير النساء الجنة خديجة بنت خويلد، ومريم بنت عمران، وآسيا زوجة فرعون، وفاطمة بنت محمد، توفيت وكان عمرها 65 عاما في رمضان، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبلها وحزن عليها حزنا شديدا، وكان يوزع اللحم على صديقاتها وفاء وبرا لها. قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، وذلك لأنها وقفت معه وضحت في كل شيء في سبيل الله. مع السلامة يا أصدقائي. سوف نلقاكم مع الزوجة الثانية للرسول.